كهرباء، لا خدمات صحية، ولا بنايات مدارس محترمة، ولا تبليط، لا طرق، لا تعيينات المتخرجين، وحتى وصل حال المي الشرب غير صالح. ومن تطلع تتظاهر وتطالب بحقوقك تصير جوكري ومدعوم من أمريكا. رسالة للشباب وهسه طافية الكهرباء، شو تقول لهم؟ يا وزير الكهرباء حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد في شاشة قناة الرافدين لسماع آرائكم لسماع أصواتكم. اللي حب يشارك ويانا بالبرنامج، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، عندكم الرقم حاليا اللي دا يظهر، هذا مخصص إلى داخل العراق، أي شخص من داخل العراق يقدر يتصل بنا على هذا الرقم. أيضا عندنا أرقام أخرى لخارج العراق وأيضا للداخل، لمن ما يحصل ذاك الرقم يقدر يحصلنا على واحد من ذني الأرقام الثلاثة ويتصل بينا. أيضا عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم فقط للرسائل، أكرر هذا الرقم فقط للرسائل، يعني لا حد يتصل عليه لأنه ما راح أقدر أستقبل أي اتصال، ولا يزعل علينا إذا ما قدرنا نستقبل اتصاله في برنامج الواتساب. فبداية اليوم مثل ما شفتوا الفيديو اللي ظهر بعد شارة البداية، انه شباب التحرير دا يحجون على الخدمات، دا يحجون على المي، دا يحجون على الكهرباء، ووجهوا رسالة انه في نهايتها يا وزير الكهرباء قوم صلح الكهرباء. يعني صارت حكومة جديدة، من المفترض انه الأحزاب السياسية والكتل السياسية والوزراء ومصطفى الكاظمي وعوا انه الشعب العراقي واعي، وعوا انه الشعب العراقي وصل الى حد بعد يعني طفح الكيل عنده، وصل الى مرحله اللا رجوع، لانه الشعب العراقي ما عنده شيء يخسره، هو خسران بلد، خسران سياده، خسران خيرات، خسران اموال الشعب، خسران كل شيء، امان، خدمات، مي صالح للشرب، زراعه، صناعه، تربيه، تصدير، استيراد، كل شيء اليوم في العراق هو الشعب العراقي خسرانه. فيقول لك أنا وصلت إلى مرحلة اللا عودة، ما عندي شيء أخسره، واللي ما عنده شيء يخسره ما يخاف على شيء. فالمفروض إن هم وعوا زين، صار لهم أكثر من أسبوع هم يعني من شكلت الحكومة وتمت الموافقة عليها، لكن إلى اليوم هذا ما شفنا أي إجراء، أي شيء يبين للشعب العراقي أنه هاي الحكومة اللي من المفترض أنه هي قيادة مرحلة انتقالية تؤدي إلى انتخابات مبكرة بشروط المتظاهرين، أنه انتخابات نزيهة، اللي تسنى مناصب حكومية في الفترات الماضية ما يتسنى منصب جديد. من المفترض أنه شفنا شيء، لكن إلى اليوم لا أكو كهرباء صار بها شيء، لا شفنا مشاريع خدمية، لا شفنا أنه النفايات رفعت من شوارع بغداد، ما شفنا أنه مثلا المي صالح للشرب أو استصلاح الأراضي الزراعية أو استصلاح المجاري الأنهار أو رفع الأنقاض والقمامة ورفع الأزبال من الأنهار، ما شفنا من هذا الشيء. يا ترى ليش هالفساد هذا اللي يستمر؟ شنو يعني إلى وين راح يودي؟ وش راح يستفادون من عنده؟ يعني إذا مصطفى الكاظمي نطى ظهره للمتظاهرين ونطى ظهره للشعب العراقي وما دار بال لأي شيء، شو راح يستفاد؟ يعني اليوم عندنا واحدة من القضايا المهمة اللي هي المعابر الحدودية، لما الشعب العراقي يشوف هو والعالم أنه أكو بيض إيراني فاسد بالأطنان بمحافظة التأميم مكتوب عليه صنع في العراق، هاي مصيبة. زين اللي واقف على المعابر الحدودية من وين هذا؟ سواق الشاحنات يقول لك احنا ما يخلونا نفوت الا نطي اتاوه.
زين هذا البيض الفاسد شلون فات نطاو أتاوة؟ شلون عبر من إيران للشمال؟ تبكت صار باكيتات جديدة كتب عليه صنع في العراق، طلع دي طب محافظة التأميم، وما نعرف وراها يمكن يطب البغداد، وما نعرف هاي الأطنان اللي لزمت هي هاي كل الكمية لو ربعها لو جزء من أدها أكو من أدها ما نوصل للشعب لو لا، أكو ناس اشترت من هالبيض الفاسد لو لا. أول اتصال ويانا بالبرنامج اليوم أبو زكريا، حياك الله أبو زكريا. الله يحفظك ابني أسد، ابني أسد يحفظك ربي. أنا دائما أسميك أسد. هاي تتريلات طبوا الكركوك هي فاسد، بس هم 17 سنة يا ابني الجد جاوب بيطاسد، حجوا المحاصيل، حجوا السماد، حجوا العراقيين، قتلوا العراقيين والمحجرين مال الجيرس، مال صلاح الدين، مال مينو. يا ابني هذولا مو حكومه، بالقران ابني اسد هذولا مو حكومه، هذولا ناس طائفيه، ناس تابعين ايران. يعني هسه الحدود مزون بين ايران والعراق، هاي شلون طبوا؟ طبوا من السماء لو طبوا من القبور ابوهم هذول السياسيين الكذابين الحراميه، هذول بس يجون يذبحون العراق، لا يعرفون كورونا ولا يعرفون اي شيء، بس يعرفون يشترون قصور. شوف لندن هذول المراجع الدينيه جد شو قصور بلندن، شوارع شو بلندن، يعني ابن سستاني وغير سستاني والمرجعية هذول شو عنده قصور بلندن، شوارع شو بلندن. يا ابني أسد العراق انتهى، العراق انتهى، بس والله العظيم رب الكعبة حال رمضان الكريم ان شاء الله شبابنا هو مستقبلنا، شبابنا هم يطردون الحراميه الدمشقيين جابون العراق. الله يحفظ شباب العراق، الله يحفظ شباب العراق، الله يحفظ شباب العراق. الله ما عندي غيرهم يا ابي اسد. الله يرحم شهدانا، الله يرحم موتانا ان شاء الله، بس احنا شبابنا واعيين ان شاء الله. تسع محافظات قاموا وجوها هذول الحراميه، مالك وغير مالك وعمار ومغتسل السطر وغيره. شكرا 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 جزيلا لك عمي ابو زكريا. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابقاك الله سلام، كيف حالك؟ الف الحمد لله والشكر، اهلا وسهلا بك، تفضل اخويا. بكر معنا، بارك الله فيك، تحية لك وتحية للقناة، تحية الكادر، تحية للشعب العراقي البطل. حياك الله. بالنسبة للسياسة تغيير الحكومة، هو ما في تغيير حكومة، وإنما تغيير وجوه بس، والعميل ينقاد للعميل الفاسد، تغيير هذا السفاح، الثاني السفاح، نفس الشيء يعني، لم هو مع العلم أنه مرفوض من الشعب قبل يحطوه، قبل يعرفون هذا الوجه الكادح، يعرفون أنه لم يأتي من هذه العملية ما يسمى بالعملية السياسية التي وصلت العراق لهذه الانحطاط مع الأسف، وصلت العراق إلى هذا الضعف، هي هذه العملية الفاشلة التي أتى بعد الاحتلال، ولا حل ولا أي خدمات في العراق ولا أي شيء إلا بتغيير العملية من أساسها من جذوعها، لأنها جذوع فاسدة زراعة الاحتلال لتدمير العراق. لازم بإنهاء العملية السياسية كلها، كل السياسيين فاسدين جمعوهم من كل طرف على أساس لا يمثلون العراق، نعرف العراق الأبي ليس بهذه الوجوه الكالحة. هذول لابد من تغيير كامل، وان شاء الله انتفاضه التشرين سوف تلحق عليهم كلهم، وان شاء الله الشعب العراقي قادر ان يغير الحال. شكرا 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 جزيلا لك ابو فيصل. ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ربي يحفظك اخوي افل. هم دول يعني فاسدين، شو يجيبون شيء صحيح؟ هم فاسدين يجيبون شغلات فاسده. يعني سووا بالعراق من جوه لحد الان، هم واحد مرتبط بالثاني، يعني كلهم هذول شلون عليهم يعني حسالات الكون. يعني انا اعرف العراقي لما يكون وطني
يبني بلد، بس هذول ما يبنون بلد اخي، هذول جايين تدمير العراق وقتل الروح العراقيه. يعني انا قلت لكم قبل حسيتك انتم الغربيه دمروها، السلا عليكم يا الجنوب، ما صدقوا. عبالك انا اضحك عليهم يا اخي، الشعب هذا مو واحد. عملاء ايران وولاءات ايران ما دام عايشه بالعراق، العراق ما يفيد غير بس التكاتف النهائي. لازم ينطردون ذول، اذا يظلون هذا الكاظمي وذاك ما ادري منو راح يجي وراه ما ادري منو، هاي العراق بيجي حاله ينتهي، ما يبقى ما تقوم له قائمه. يعني متظاهرين طبعا، متظاهرين بها منتسبين، بها احزاب، بها شرطه، بها هواي هواي اصناف، وادوا المتظاهرين يعني حتى طعن بالشاشين، يحرقون الخيم، الناس اللي بالخيم بالمناطق الغربيه، شوف حالهم 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 يرثى لها. فهذول مو عراقيين اخي افل، هذول ولا ينتمون للعراق ولا لهم اصل ولا لهم فصل. فهذول وباء خدم امريكا واسرائيل وايران. نعم. فهذول يظلون يعني يدقون بالعراق اذا ما تقوم قائمه للعراق ويتكاتف كل الشعب، والا ما يرسل له قائمه ابدا. هم جاي هذول قتل العراقيين، تدمير العراقيين. يعني شوف الناس يعني اكل ما عندها، فكروا بالعوائل ما عندها، فكروا بالايد العامله اللي تشتغل الناس اجر يوميه. اليوم الصبح وزاره الصحه انصفونا نريد تعيين اسوه باقراننا، ويتفرجون عليهم ولا دايرين لهم بال. فهذول يعني مله تدمير للشعب. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ابو حسن. ابو ياسين من دياله حياك الله. الله يعيننا. هلا حسن. هلا بيك اخوي. عزيزي حسن، كل سيطره على السيطره هي من الشيال، من الشمال للجنوب. نعم. اليوم اذا الحكومه ما تعلم، ولو هي مو حكومه، وحده تخضع للتعريفه الجمركيه والاسلاميه تعبر ورا الجدار يسامونهم بجنوب الميليشيات. يبقى مضر بها المواطن. الطب فاسد، الطب اكسباير، الطب يعني اذا الحاجه تكلف المستهلك بلش توصل ب 3000 بسبب الرشوه الاتوات تاخذها الميليشيات. اليوم مو حكومه، كلنا شفنا والشعب النايم خلي نشوف من جهه توفيق علاوي بالطياره من لبنان لبغداد بالتكليف. ما حضر بالتكليف، ركب الطياره ورجع راح لبنان. هذول مو افراد عراقيين. فشنو هذا السكوت الكاظم لغير الكاظمي؟ هذا محل توفيق علاوي. هذا وضع العراق يبقى هالشكل. الشعب اليوم هسه رمضان يا عفن، ساعتين كهرباء تحميل ساعتين قطع. وهذا الحر وهذا رمضان، والمريض والطفل ولا قم المستجيب. كهرباء مش وقت المالك يدق على شرفه ولو هم لهم شرف، قال السنه الجايه تجي كهرباء وتصدر منها وتسمون هذا الاخر الايراني ابو تسال على الاطباق نسيته ما اعرف اقول نسيته. وين الوعود مالتكم؟ والنوبل نوم المصيبه الاكثر المواطنين ذول اصحاب المولدات، يعني ما عندكم غيره، ما عندكم شرف، حاكم على السياسيين، شويه رحمه، الرحمه ليش انشالت؟ يلعبون بينا لعب اهل المولدات ولكم مستجيب، ليش؟ لكن قبل نرد الشعار يقول حرام لا تصير من السلطه لا تخاف، اذا انا مو السلطه الحرام فالعالم كذا، كيف تروح وتهون؟ هذا مو دوله وهذا ما له حلول. وانا اسال السياسيين السنه اللي دمروا المقاول السني اللي اضطروا على نفسهم الذله والاهانه، انتم كيف رويتوا على نفسكم المكون السني يمثل 20%؟ انا ادبي السنه والشيعه زايد ناقص مليون. اليوم المكون الشيعي التمثيل ماله 70% والمكون السني 20%، على مش شنو يحطون الفيديو بهم وحش استعمى العلب الشعب. هذا اللي احتووا بينا، لانه مره راح علينا هذا الدستور المجهد، هذا الدستور اليهودي ولا مستمين. المحافظات الغربيه كلها انهانت وناسها تدور زين وناسها مغيبه وناسها مهجره ولا شغل ولا عمل، والميليشيات تطول وتجول بينا. ما نشوف عندنا ولا عراق ابد، ما عندنا قانون، ما عندنا دوله، على روسيا مسلطه الميليشيات بسبب ممثلين اهل السنه. هذا حال السنه يبقى للشكل يا مكونين السنه، لا معاوض عنده غيره،
لا 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 مسؤول عنده غيره. هاي الناس توسوا صار يعني نزلتنا عرفتي من نزلتنا من برا. أقول لكم والله جاب البصال الأمريكي هاي اسمت الحكومة. إيش راح تقدم لكم إخوان الناس؟ انتفضوا نهضة، لازم نهضة جادة. اليوم مناطقنا الغربية يضحكون عليهم المسؤولين يقول لنا تقطع تظاهرات التعال بارهاب. هو يصمم من الإرهاب، هو إحنا اليوم قاعدين بيبوسنا الإرهاب، واليوم اللي بعده بطن أمه هو سني هو الإرهاب. فأخوان انتفضوا وعاونوا معوضاتنا الجنوبية والوطن حتى نسوي صورة حل، حتى نضعي السياسيين اللي سلطوها على روسنا. هذا ما تنسي اليوم من يقولون يريد انتخابات مبكرة. هذا شو سوى بانتخابات مبكرة؟ هو الزعيم موجود على الوسوم. هذا المسؤولين الزعامات هم ما غيرنا شيء. هذا الزعيم تجي حصة اليمنى إذا كان مقتدى وإذا كان عمار وإذا كان العامري وإذا كان هذول حصارات رمعنا للسنة اللي ما عندهم غير الشرف. هذا ما غيرنا شيء. تغيير ما غيرنا شيء. تغيير جذر قلع هاي الحكومة شنع قلع ما نريدها. وخاصة رجلنا على المعممين ذول السفلة اللي دمروا العراق مقتدى وامثال مقتدى. احنا المدن طالبون دولة مدنية. مقتدى شو سوى على روسيا؟ مقتدى عنده 52 برلماني، عنده مثل كم وزارة، عنده هو هذا انصاف. هذا شو يسوي لكم مقتدى؟ وين يوديكم؟ والله لا يوديكم الجهنم، لا يوديكم للمحرقة. هذا مستفيد. اليوم فلوس السلطان يوديها لإيران، مقتدى يوديها لإيران، السلطان يبني مستشفى بإيران، وهذا حال العراقيين. تروح للمستوصف تقبل عظيم الله، تقبل العظيم الله. اليوم هذا رعب. أنا عذب دمنا الدم جاي يطعن من جلد القار والجلطة والسكر والضغط. رعت اللي مصاب الدم ما عندهم لزقة يلزقون ايدي لزقة. هذا الشريط البطيخ لوين راح تصل العراق؟ ما تفهمون القاطر الله والشعب شو يسوي لو ساكت؟ اخوان انا اسالكم بالله، اسالكم بالله قد يخلص العنصة وتكون صوت حل. 17 سنة اهانة وجوع وقهر وفقر. مساوي تطلق بالجملة، روح المحاكم تزوج ساوية ساوية وطلق الشين. هذا جرام. هذا لاكو قاضي منصف، لاكو عاقم منصف. هاي من الشاب تبقى تلعب بينا العين. شو نظامين ساكتين؟ ترى ما سنتكم صورة حل. ترى اليوم ما حد يحرركم. اذا موت نفسكم وتحرر نفسكم ما حد يحرركم. هذا غزو، هذا احتلال، هذا تدمير بلاد. وجاب لنا ناس مرتزقة مو من اصول لا عربي ولا اصول شرف. هذول الناس كانوا يجدون بالشوارع، ناس السيدة زينب وناس أمريكا وناس إيراني يلقمون بالشوارع جو يقودوننا. شلون تقبلوا على نفسكم؟ هذا العراق العظيم، هذا العراق القمة اللي كان مقدمة الدول، اللي كان هو كان كل العراق، العراق رعب الكون كله بشجاعته ورجاله وصناعته. الزراعة وين ودوها؟ الزراعة وين ودوها؟ كنا قبل الرد الشعار زراعة نفط دائم. هاي أرض السواد العراق اللي كانت تصلى خير الله. هذا انتصار العراق، العراق هاي الأراضي كلها تصحر تصحر مي. اليوم أنا واقف على الجسر جاي استقبل العلم راح تبين لي قاع المي. ترى الطاقة فوق الجسر حتى بقية متى مسرونه بالجالة بعد ما أول الصيف. إخوان النصر لازم أنتم تنصرون نفسكم. كافوا لا تضحكوا على نفسكم إنه هذا يسوي الشعوب. شو يسوي لكم؟ عمي يذبحوا الشيعة قبل سنة والله. هذول مربيين في إيران، هذول من اصول فارسيه. وتحياتي. شكرا 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 لك ابو ياسين. ام حسين من عاصمه الرشيد بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي؟ هلا بيك يما. اشكركم واشكر قناتكم وربي يحفظكم وينصركم بجانب حسين ابو عبد الله. قناتكم قناه الحق ويا الشعب ويا الفقره. تسمعني؟ نعم يما. وايد من الله من قناعتكم ومتكاظمي. عم العام قاعد تموت بالسجون، عم العام بالسجون مرضى، ملعب الشعب كله مرضى. كيف لك الله وتباها خابرني زوجي كلهم مرضى. يعني قاعد يتمرضون قاعد يشيلون بسكوت ما حد يدري بيهم. عم يطلع في المساجين، عم شنو هالظلم هذا؟ هسه هم وباء وهم مرض وهم ظلم وهم طرق تحت السود عليهم ان شاء الله. هسه لا طهم عفو، لا سوى عليه معاه التحقيق. هسه الكاظم انت حطوك هسه انت هسه فرح العالم فرحها بهذا العيد. انت الحلبوسي، انت البلمان راي تعاتم على الكراسي والشعب كله موت. اذا لك الله سان واحد من الناس ابنها سري كورونا مريض، زوجها تبعها خابرني كلش تعبان، يقول ناس مرضى، اخذت لهم ملابس ماخذيها ذولا بيناتهم ما مطين ملابس له، ما صرف ما منطينه، يعني كل شيء ما اجاني، يعني سري قاعد يقفص على العالم. تسمعني؟
نعم. فأجل الله منك، أكو عفو لو إتعلمي عفو لو لا، خلينا نشوف دربنا عمي، خلينا نشوف دربنا. نعم. أما شأكل حسين أبو عبد الله، وصوت الكاظمي الغيرة الغيرة البرلمان للدول تسمعني. نعم. أن ينطون عفو المساجين، ما ينطون عفو يسون عجل معاها تحقيق، قد تسمع للدول عمي، عم الشعب موت. نعم. اسمعني أخوي، أجل نعم. الله من قناص، وصون صوتي للدول متحدة للعالم، عمي خلينا نشوفوا دربنا، عم العام قاعد ما بتسجون، خليج الكاظم ملعب الشعب يشوف ايش في ما بي، كذا مسويها ظلم وظلم. اسمعني وايد من الله من قناتكم وصل صوتي، خلي يسمع الكاظمي غير عندنا المروه، خلي يحكي ابن انا اخت الزغير روح بدون تراب الزين يطعفوا او يسوى على تحقيق. كاش الدلاله ماكو يا الله ظلم وصل ظلم وصل انسان ظلم ما ظلم. رحم الله والديك مشلو اخوي. هلا بيك هلا بيك هلا بيك. وهاي هاي رساله من ام حسين الى مصطفى الكاظمي الى محمد الحلبوسي الى ابراهيم صالح الى كل من عند السلطه بالعراق انه تبييض السجون واعطاء العفو العام عن المساجين خصوصا بهاي الازمه وازمه كورونا، وتقول انه هي عندها ابنها مصاب بهذا الوباء. الله يشافي لي ان شاء الله يا ربي. سعد من السعوديه حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بارك الله فيك اخونا المقدم. بارك وبيك يا رب. بارك الله في الشعب الكريم العراقي. انا عندي بس رساله واحده للشعب العراقي كافه. نعم. قسما بالله ثم قسما بالله ثم قسما بالله انه هذولي اللي في العمليه السياسيه المجرمين العصابه هذولي كلهم عليهم مستمسكات من ايران الله يكرمك اخلاقيه وغير اخلاقيه، عشان كذا ما يقدر يمشي اي شيء الا بايش؟ بامر ايران. اذا ما كان اجندته تخدم ايران ما راح جسمه يجلس على هذا الكرسي ان شاء الله، ان هذا الشعب راح يجلس هذه العصابه ان شاء الله عن بكره ابيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا لك اخ سعد. النائب رعد الدهلكي كشف لنا عن قضيه التهريب من خصوصا من يعني من ايران، خلينا نكون صريحين، يقول انه اكو ميليشيات مسلحه تابعه لاحزاب سياسيه متنفذه هي المتورطه بعمليات التهريب خصوصا في محافظه دياله، ويقول انه هاي الميليشيات المسلحه دا تمنع يعني تفتيش اي مركبه في السيطرات الامنيه، ما يؤدي الى دخول البضائع ودخول البضائع المهربه والعربات المهربه الى السوق العراقيه من دون رقابه من دون اي شيء. يعني بما معناه انه هاي الميليشيات المتنفذه التابعه الى احزاب متنفذه بالسلطه وبالحكومه وبالبرلمان دا ترافق هاي السيارات من إيران إلى ديالة إلى السوق العراقية. يا ترى مصطفى الكاظمي يقدر يسوي شيء لو بوقي جعجع بالإعلام ويقول آني وإصلاحات وفساد، ولما يقعد وراء الكرسي وبالاجتماعات المغلقة يقول له أمرك سيدي. هذا نائب بالبرلمان يقول. القضية الثانية هو سؤال موجه إلى رعد الدهلكي. طيب أستاذ رعد الدهلكي، أنت من طلعت وصرعت وقلت أنه إحنا عندنا ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب متنفذة هي اللي تقوم بعمليات التهريب في محافظة ديالى وتؤدي إلى إيصال البضائع المهربة والفاسدة إلى السوق العراقية. يعني أنت من تعرف هذا الشيء وتعرف أنه الميليشيات متورطة بعمليات التهريب وتعرف أنه هي اللي توفر حماية وإسناد وتمنع تفتيش المركبات وأنه هناك عدة طرق للتهريب بالمحافظة، يا خانقين ومندلي وطريق كركوك بغداد المار بالمحافظة، يعني بما أنه عندك الحيثيات كلها والمعطيات كلها قل لي داخل قبة البرلمان إيش سويت؟ قدمت شكوى؟ قدمت طلب إلى وزير النقل مثلاً؟ إلى وزير الداخلية مثلاً؟ لأنه هذا دا تحكي به تهريب، وزير النقل يدخل به، وزير الداخلية يدخل به، وزير الدفاع يدخل به، لأنه انتهاك سيادة وانتهاك أمن البلد داخلية واستخدام الطرق هنا نقل، وتقدر تستجوب به رؤساء كتل إذا أنت تعرف من هي الأحزاب المتنفذة. فإذا أنت طالع لنا بالإعلام حتى تبيض صورتك أمام الشعب العراقي وبس تقول أنه أكو تهريب، أما إذا تريد تشتغل فشوفنا شغل. أم مريم من كركوك حياك الله. السلام عليكم أخوي الكريم.
عليكم السلام. ان شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى كل أمة محمد. يبارك بعمرك يا رب. مصطفى الكاظمي ما راح يمثل العراق، ما راح يطلع سلمي العبادي ويطلع عادي عبد المهد، ما راح يطلع سمنون. صار 17 سنة قطونا كهرباء، لا قدموا شيء للمتظاهرين، لا اللي متعين ومتخرج وطول وظيفة هم، لا أخي العزيز الحكومة هي هي. النوبة هسه جايين تهريب مخدرات وينقلون بضائع. أخي العزيز أنا أعرف سيطرة لحد الآن جاي تهرب وواسطات مبالغ فلوس، لحد الآن ما حد ما جاي يحكي عليهم. جاية قوات من بغداد داخل كركوك تهرب بضائع، والناس تعرف بيها وتخاف تحكي، واللي يحكي راح يسجنونه ويقتلوها منين. نعم. لا متى العراق يشتغل؟ الإيران والخمين هي جاية تمثل العراق. احنا العراق ما في عراقيين، العراق من الايرانيين. حكومة ما ظلت يا اخي الكريم، ما ظلت. نعم. انقطع الاتصال ويا ام مريم. شكرا، شكرا جزيلا لك. ام مريم تقول انه محافظة التأميم اكو قوات من بغداد داخل المحافظة هي اللي تساعد على تهريب الأموال وتهريب البضائع في المحافظة. برنامج صوتكم متواصل وياكم مشاهدينا الكرام، اتمنى ما تعوفونا تبقون ويانا، بس عندنا فاصل قصير. إلى السراق في دائرة كهرباء بابل نطالبكم، وراح نعطيكم مهلة، المهلة 48 ساعة تتعدل الكهرباء بابل خير على خير. ما تتعدل أن يومية تصعيد بابل دائرة، ومن نار الجيش وكلام نقلكم كلكم فصلة وين الشريف بيكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. يعني مثل ما لاحظتوا حلقة اليوم اللي حاولنا نخصصها على 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 شيء مهم جدا، لا يقل خطورة عن أي شيء خطر في العراق، لا يقل خطورة عن القتل، لا يقل خطورة عن الإرهاب، لا يقل خطورة عن تنظيم الدولة داعش، من بدون دخول في التفاصيل من السبب أو بدون السبب، شيء خطر وهو التهريب. يعني انت لما تهرب بضاعه الى داخل العراق، فازه او مو فازه، حتى لو كانت هذه البضاعه صالحه للاستخدام البشري، لكن انت تتعرض المنتج الوطني الى الى الى, الى, الى الزوال، تتعرض حياه الناس الى خطر، تتعرض المعامل الى الغلق، تتعرض هوايه اشياء. لما تهرب طماطه حتى لو صالحه، اعرف ان المزارع العراقي راح يوقف. لما نتهرب
تمر إيراني، أعرف أنه النخل العراقي التمر ما أحد راح يستفاد من عنده وراح يخرب ويابس ويقع بالقاع ويندثر. ولما نتهرب نفط من إيران للعراق وتشتري من عندهم الغاز من جديد، أعرف شنو اللي دا يصير. فقضيتنا اليوم يعني رعد الدهلك اللي بينا سؤالنا واضح إلا أنه أنت ايش سويت؟ أكو نائب لاخ، نائب اللي هو قاطع الركابي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، يعني هو وصف التهريب بوصف جميل، يقول التهريب لا يقل خطورة عن الإرهاب حيث ما زال مستمر بين المحافظات، وأنه أكو طرق ومسارات أصبحت دائمة لتهريب المواد والبضائع. يعني الأخ قاطع وال يعني شو اسمه عفوا رعد الدهلكي ولا قاطع الركابي، لما انت تطلع وتقول التهريب خطر والتهريب هيك يسوي، واحنا نعرف التهريب من وين ونعرف اكو ميليشيات، انتوا لما انت تعرفون وانتوا نواب وانتوا مساءلين وانتوا منتخبين من ناس ومن بشر ومن عراقيين، يعني ايش سويتوا للشعب العراقي؟ شنو الإجراءات اللي سويتها أنتو كنواب كسلطة تشريعية؟ فقط طلعتوا في تصريحات؟ إذا التصريح مالتك يا أستاذ قاطع الركابي فأعرف أن الشعب العراقي كله يعرفه ورعد الدهلكي كذلك، إذا طالع بس حتى تصرح وتقول أنه أكو تهريب وهذا التهريب مو خوش وأكو ميليشيات متنفذة تابعة لأحزاب يلي بدها تحمي هذا التهريب وتسكت، فأعرف أن الشعب العراقي يعرف. لكن إيش سويت؟ هو هذا السؤال الأهم. أبو مصطفى من الموصل حياك الله. حيا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل عزيزي، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله أجمعين. الله أكرم يا رب. حبيبي يبارك فيك حبيبي يبارك. والله الشعب العراقي ما أدري، هو إحنا نقول إحنا واعين، إحنا الحمد لله ما إحنا يعني فد مرة، بس من درجة الواقع الحالة اللي يمر بالعراق من 2003 لحد الآن، هم ذولا ما يسمونهم حكومة أبد، لا يسمونهم حكومة، ذولا عصابة أتوا على دبابة أمريكا كنا نعرفهم والمجوس جابوهم. فاليوم هم يضحكون على الشعب العراقي. أنا أقول للثورة بالجنوب، واليوم بارك الله بيهم انطوا شهداء، لكن أخوان خلنا نستفاد من الثورات السابقة، الجزائر انطوا ثورة انطوا 100 مليون شهيد حروا بلدهم، احنا ظل ننزف دماء وما راح نعرف بلدنا بهالوضعيه، لانه ارض اغتصبت بالقوه اذا ما بالقوه ما ترجع، احنا هذه عندنا قاعده ثابته مثل الفيزياء لكل فعل رد فعل، ان كان قوي نفس القوه انت، هذه ما موجود. لكن احنا اليوم بس التظاهر وينشتل منا وانتظار، هذا مو حل. يا اهل الجنوب يا اخواني يا عربنا، عرفتوا كل لعبات المجوش علينا، تعرفون هم اللي يضحكون علينا، ان كان بديننا وكان بعروبتنا وكان بارضنا وبتصفين دمنا ومحتلين اراضينا من الاهواج لطلب الكبرى والصغرى وبموشا كلنا نعرفها. احنا ليش نظل نجرطن رواحنا؟ قوموا بثوره صحيحه مثل ما قاموا اجدادنا ثوره العشرين بالسلاح، صدقني اذا قاموا بالسلاح الله يختل وضعهم ولا يظل بالجلد منهم. وذولي ما يمثلون الشعب العراقي، ذولي ما جوا الساده انت تقول انتخبوا من الشعب العراقي، ما انتخبوا من الشعب، ذولا انوا تنجوا عنا كلهم لوقيه، ناس نعرفهم لا اخلاق ما فاقدين القيم. هذه اليوم احنا على الواقع اللي يمر وانا كليتهم نعرفهم بيناتنا هم. ابو مصطفى انا وياك كل اللي تقوله، بس في نقطه انه قلت انا قلت انه انتخبوا من الشعب العراقي، انا من حكيت ويا رعد الدهلكي او يا قاطع الركابي انا حكيت بلهجته هو، لسانه يقول انا منتخب من الشعب العراقي، هو هيك يعني. انا اعرف شو تقول انت، بس خلينا كل واقع حال، احنا البرمور الدهلك وغير الدهلك كلهم سواسيين، كان شيعي ولا سني ولا كردي ولا عربي، كليتهم نفس اللي هم من اجل اكو واحد عندنا منطقتنا راد يرشح سفيري، قال والله انا متنافس وياه ولا الاخ، يقول له انت عوف انا شويه ضعيف حال بس يعني، قالوا له عجل انت رايح تكون نفسك يعني، لازم مو رايح من اجل الوطني، قال والله عمي ما حد يروح الوطني كله اموت تكون دفشه حتى يبوقون. طيب احنا اقول للشعب العراقي اليوم صار لنا تقريبا 15 16 سنه نزف دماء، الى متى نبقى ترى بالسلاح؟ جينا اللي الميليشيات اللي يقتلون مو من الجنوب مو ابنائنا هم منا وبيننا، ليش ما يعرفون يقولوا فلان وفلان؟ ليش ما يقتلون؟ خليك شكل العصابات ايضا اغتيالات من كل من مكتب العصائب وغير يقتلون اللي ايش فيهم ايش فيهم؟ يعني احنا بعض المرات نقول ان الدواعش لا كسين هم الله لا يجيبهم،
الله لا يوفقهم، لكن الدواعش عندهم مبدا كان كلش سليم وصحيح، كان الخائن الاخوان يذبحونه راسا، فاحنا اذا ما يذبحون يصير مثل اللهم اجيب لنا حاكم مثل ابو كوريا الشماليه حتى يعدل هذا البشر، هذا البشر ما يعدل، ما ينعدل استاذ حسن. احنا ما نريد نروج ابو مصطفى، ما نريد نروج الى فكر متطرف، ان كان اي فكر بالعالم فكر متطرف هو ما يمثل اي 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 مواطن بالشعب العراقي. يعني ولا نريد نروج لا لا خلينا بعيدين عن هاي النقطه، ما نريد نروج، لكن نعم. احنا بدنا نحكي على مكامن الخطا، ونريد نضع النقاط على الحروف فقط في ما يخص الحكومه العراقيه وما يخص الشعب العراقي. تفضل. رحم الله والدينا على الحال، ويا الحكومه مو حكومه هاي قاعده تنتصد معنا. شوف الكهرباء شخصي جد طب رمضان طب الحرب صار ستر الكهرباء، بدينا اللوب لا مية لا كهرباء لا شوارع، الشارع اللي إذا يقول بوقو ما سحشينه الشارع التبليغ اللي بطوه سوينه 5 أمتار عرضه مو 7 أمتار، طيب ليش؟ هو المراقبة نفسي في المحافظ وغير المحافظ هم كلهم أمامهم، كل من يقول الكاد اللي حصوا، يعني إحنا على داء بينا قبال ما يحشون، وإحنا مستزوجين حاجة الشعب العراقي، يعني مثل إحنا مع احتراماتي للشعب شلون يقول القافلة تصير حيش الشعب والكلاب تنبح من شلون يسوون نفس الوضع، عمي تقوموا قومه واحده حتى ننطي خلينا ننطي بنص مليون شهيد له، بس نحرر بلدنا، ننع ابو المجوسي ابو الامريكي ابو كل محتل جاينا من بعيد، احنا ليش اشمن الواحد وكبس ثوراته بس انا اوبي وحلاف العالم العراقي، هذا مو حل ابد مو حل، انا مو ويا العراق اللي يطلع يهوش، طلع هوش الى هم قاعدين مرتاحين عرفوا ايش بينا ما بينا، اذا ما نقوم بثوره صحيحه والله ما يطلعون ولا لا المجوش ولا الامريكان. استاذ يضحكون علينا هم متفقين، امريكا والصهاينه متفقين علينا. كنا نعلم بهذه لكن والله شنو طالعين ثوره سلميه لا بالامانه سلميه. ترها بالدماء هم مجرين دمنا. فخلنا نخوضها من صحيح، شوفوا شلون يبين. يعني احنا جنوب ذاك اليوم يعتبون يقولون اهل الشمال ماذا يقومون ويانا؟ عرب السنه عمي احنا تشردنا سوى الخير. انت بش ابو ابونا لا ظل الارض ولا عرض ولا كرامه ولا ناموس. نعم شكرا. تعال قل لي شكرا. شكرا لك ابو مصطفى، ساحاول اعطي مجال الى اكثر عدد من المتصلين. عندي ابو عمر من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك استاذ رافائيل ورمضان كريم ان شاء الله عليك، كل عام انت بألف خير وانت وكادر جمهور قناه الرافدين. حياك الله. حياك الله استاذ رافل. احنا حضرتكم تعرفون والشعب العراقي والعالم العراقي اللي مر من 2003 ولحد الان طيله 17 سنه، هاي الحكومه الفاسده اللي جت هي واحزابها هي جت مبنيه على اسس الطائفيه وقتل الشعب العراقي والحقد اللي شالته اللي في الثمانينات اللي الحرب اللي صارت عندنا وياهم وبعض وان صار الاحتلال الامريكي العراقي على العراق وجت هاي القوات والاحزاب الفاسده منها اللي مدعومه من هادي العامري ومن بعدها تكونت هذه فرق الموت وكثره القيادات وكثره الاحزاب وتامرت على الشعب العراقي وكيف كانت الطائفيه في بدايتها وبعدين وصلوها الى مرحله يعني نقدر نقول بصوره عامه للشعب العراقي هلاكه وتدميره ولحد الان الشعب العراقي قاعد يعني ديطي ضحايا وديطي شهداء اللي قاعد 17 سنه ما شاف من عندهم اي خير وكلها بس وعود كاذبه وبدون اي شغلات يقدموها للشعب، اوعيدهم كلها كذب بكذب واي حكومه تجي من حكومه الجعفري من حكومه اياد علاوي حكومه المالكي، كل هاي الحكومات اللي تسبب مقتل الشعب العراقي وجوعه وهلاكه وتدميره. احنا حكومه الكاظمي في المرحله هاي الاخيره اللي صارت ومصطفى الكاظمي يقول اني سوف احقق للشعب العراقي احاسب المظاهرين احاسب قتله المظاهرين وراح تبدي اصلاحات للشعب العراقي، اي اصلاحات اللي تقدم بها انت مو كنت نفسك رئيس المخابرات العراقيه اللي مشن تعرف يعني ما معقوله القناص او قتله المظاهرين اللي في من 25/10 يعني ما قدر توصل حال، ما عندك القدره ما عندك الدافع اللي غيرتك للشعب العراقي تقدر تحافظ على شعبه وعلى ناسه، وين الغيره اللي كانت عندك سابقا اليوم اللي جاي تطلع على التلفزيون تقول انا سوف احاسب، اي تحاسب انت؟
اي شخص. وبعدين انت البارحه صرحت بانه تعطي مكرمات للشهداء وتعويض لهم الشهداء. احنا الدم العراقي نسمع المصطفى الكاظمي صوتنا، احنا ناهم من اجل استرداد الوطن، من اجل تغيير هذا النظام، من اجل اسقاط هذا النظام. احنا ما عندنا انه ناخذ فلوس بدال اولادنا اللي تتلو، احنا مو مزارع انه مزارع حقول او مزارع حطه والشعير على المتسبات تعطي فلوس لهم تعويض لهم. هذا الدم العراقي ما يتعوض، ما يتعوض لا انت ولا حكومتك ولا كل الاحزاب تعوض الشعب العراقي بدماء اللي راحت. فده الشعب العراقي متواصل بتظاهره وتغيير هاي الحكومه تغيير جذير جذري. الاحزاب اللي هي ابعدت من 2003 ولحد الان تدمير الشعب العراقي، الشعب العراقي رافضهم، رافضهم رفض نهائي نهائي. ما يريدهم ما يريدهم. فعلى الشعب العراقي كله ان يتوحد شماله وجنوبه من اجل ثوره كبيره لاخراج هذه الاحزاب الفاسده اللي ما اتت لحب العراقي، تدمير العراقيين، سرق خيراتهم، قتله اولادنا، اعتقالات موجوده، سجون مليانه، كل هذا التدمير اللي شاف الشعب العراقي. فان شاء الله بعون الله تعالى سوف تكون ثوره قويه لاخراج هذه الاحزاب الفاسده الذي اتت من 2003 ولحد الان تدمير الشعب العراقي. والشعب العراقي ان شاء الله ان شاء الله سوف يكون النصر له ان شاء الله باقرب وقت. طيب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا 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 لك ابو عمر. اروح الى رسائل واتساب حتى الحق عليها قبل ما يدركنا الوقت. عندي اول رساله، اترجاك اخي العزيز ان تقرا هاي الرساله. ام نور مصلاويه ارمله 39 سنه، زوجه شهيد زوجها قتل على يد الارهاب عام 2015، تعيش المعاناه مع اطفالها والايتام بعد مقتل زوجها، وهم ينتظرون التحرير والفرج. وبعد التحرير تعتقل ام نور من قبل لواء 30 حشد الشبك لانها رفضت ترك منزلها. وبعد اشهر من الاعتقال والتعذيب والاغتصاب على يد عناصر لواء 30 يتم تسليمها على القوات الأمنية على أنها زوجة إرهابية. أم نور تقضي عامين في سجن تل كييف، وبعد كل هذه المعاناة يفرج عنها وهي مشوهة الجسم. تواصلنا معها وقالت ببكاء: نساء عراقيات بنات عوائل متعففات وبنات عشائر عربية تعذب من قبل ضباط وعناصر وحشود، ما يخافون الله. هنا نسأل: أين عشائر العراق؟ أين عشائر الموصل؟ أين القانون في الموصل؟ أين رئيس الوزراء ووزير الداخلية؟ أين المسؤولين والنواب الذين يمثلون المحافظة؟ أين المحافظ ورجال الدين والشيوخ وأعيان الموصل من اغتصاب وتعذيب النساء في السجون العراقية؟ رسالة أخرى، سجاد من البصرة: رمضان كريم عليكم على قناتكم الشريفة. أخي أقسم بالله على هاي الأجواء الحارة اليوم والقرآن انصهار، ما أظن راح يظل مرض اسمه كورونا، بس الجماعة شوية زيدوها من يومهم اجاهم المرض على طبق من ذهب. خلي أقولهم شيء، إحنا إيش قد نصبر؟ بعد أكثر من شهر ما راح نصبر، والقرآن يصير مكاتل بالشوارع وياهم، كتلنا الجوع، أطفالنا اتمرضت. هذه ليست حرب، هذا تطهير عرقي لأبناء السنة في العراق، وهذا يحدث كل يوم في السجون العراقية. أخوكم من البصرة. السلام عليكم، أنا أخذكم من سامراء، نطالب بالعفو العام، اتقوا الله بينا، والله لو يهود ينكسر قلبهم علينا، والله هجمتوا بيوتنا. مساء الخير أستاذ أفل، شلون الصحة؟ زين إن شاء الله، تحياتنا لك وللكادر ولكادر البرنامج المحترم. أستاذ هذولا قايل كلمة ما أقدر أقولها، اللي قاعدين بالخضراء سووها عراق قشامر، خانة قدام العالم. الله وكيلك أستاذ، أخوكم أبو يوسف من بغداد. سووها قشمر خانة قدام العالم. السلام عليكم، يما أريد منكم توصلون صوتنا للجهات المعنية وتطلعون السجينات من النساء، والله تعبنا وتعبت نفسيتنا خطية، والله جهالهن يبكون وتعبنا فرحونا وجاي عيد، ونشكر قناتكم اللي توصل صوتنا. السلام عليكم أستاذ، وياك بنت الرمادي إحدى الطالبات في جامعة الأنبار، نريد من حضرتكم إيصال صوتنا إلى وزير التعليم العالي بمعرفة مصير طالبات هذا العام الدراسي. أكو دوام بعد العيد لو لا؟ هن باقي لنا مادة واحدة امتحان نص السنة، والله تعليم نظام إلكتروني، والله ما تصلنا المحاضرات بسهولة، والله بشكل متقطع بعيني، شلون هسه يفهمونه بعد العيد؟ أكو دوام لو لا؟ رسالة من طالبة من طالبات جامعة الأنبار تقول فهمونا أكو دوام لو لا.
ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه لك ولكادر البرنامج وللجميع. السلام عليكم استاذ افل. الاحتلال الامريكي الايراني واعوانهم مجرمي الخضراء المحسوبين على الشعب لقطاء فاسدين عاثوا في الارض والعراق والحرث والنسل فساد، هذول لا تترجى منهم الرحمه وخدمه هذا البلد. جميعهم اعداء العراق عندما كان في العراق نظام وطني من كل العراقيين. بعد ضربه العراق مطلع التسعينات النظام الوطني انذاك، عادت البنى التحتية العامة خلال 3 أشهر، المعامل المصانع الكهرباء عادت خلال الفترة المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الكاظمي يدري بالسيارات تجي من إيران حصص هو ويا الأحزاب. أخي السلام عليكم، حكيم من الأحواز المحتلة، تحياتي لقناة الرافدين. إخواني يا عراقيين، ما دام مخلين إيران هم اللي يحكمون العراق ماكو فايدة، جحتوهم هذول الملالي كلهم حرامية، نهبة والعراق ملالي إيران. أخي أفل هذول كلهم فاسدين. أخي أفل أنا من الأحواز، رجاء خلي أتصل عبر الواتساب. أخي حكيم حياك الله وحيا الله أخواننا من الأحواز العربية في إيران، الأحواز المحتلة أيضا، لكن أعذرني ماكو أي اتصال على برنامج الواتساب، سامحنا. السلام عليكم، تحية لكم من الأعظمية. أخي العزيز، المظاهرات يجب أن تتحول إلى انتفاضة وثورة مسلحة. العراق محكوم من قبل حثالات إيران وأمريكا، والسلاح هو الحل، السلاح فقط. أرضنا مغتصبة ولن تعود إلا بالقوة. أنا أحمد من الصقلاوية، تحديدا قرية البعكاش، عندي 750 شخص مفقود في أثناء تحرير الصقلاوية بتاريخ 3/6/2016، ولليوم ما عرفنا عن مصيرهم شيء. أناشد السيد الكاظمي أن يحسم ملف المغيبين وشكرا. رسالة أخرى، هذه ليست حرب، هذا تطهير عرقي، قرأتها عفوا أخويا، يقول أعرض الرسالة. أخويا العزيز انقرت. السلام عليكم، نناشد مصطفى الكاظمي بالنظر إلى أحوال السجناء وعوائلهم، ويضع إنقاذ السجناء من الظلم المطلب الأول. كورونا انتشر داخل السجون وأبنائنا السجناء في خطر، والله الشعب العراقي لن يسكت وهو يشاهد موت أبنائه داخل السجون. أنقذوا أبنائنا قبل فوات الأوان. مشاهدينا الكرام، اليوم أكو حكومة جديدة بالعراق، أكو حكومة بزعامة مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي اللي الشعب العراقي ما كان يعرف عنه شيء، فجأة قام يصعد بالمناصب إلى أن صار رئيس وزراء. أكو ناس تقول هو هذا رجل المرحلة، وأكو ناس تقول حالة من حال البقية، لكن اللي دا يسويه من يوم اللي استلم المنصب إلى اليوم دا يثبت لنا أنه هو نسخة طبق الأصل بغير صورة عن عادل عبد المهدي، عن حيدر العبادي، عن نور المالكي، وعن الجعفري، وعن أياد علاوي، وعن أي واحد كان موجود بالحكم من 2003 لليوم. اللي دا يصير اليوم هو نفس العملة لكن بوجوه مختلفة. لما يطي تقاعد الحكومة عادل عبد المهدي المتهمة بفساد، حسبوها أنتم براسكم وتعرفون هو شنو. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد، حلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى موعد اللقاء، في أمان الله.